السلام عليكم. اندوكراين فيزيولوجي ذا فيرست ليكتشر. طبعا راح نعتمد على ملزمه الدكتور احنان لؤي جامعه بغداد كليه الطب. والملزمه هي عباره عن ملخص لجايتون على هول تكست بوك وكذلك بعض الامور ما ذكرتها يعني الموجوده بالمصدر باختصار. راح نشرح عليها واضافه لذلك راح نشرح على الدايجرامات والمعلومات اللي يقدمها الدكتور ناجي اسكندر. أول شيء راح نجي ناخذ الكوميونيكيشن ان ذا بودي. الجسم مثل ما تعرفون عبارة عن وحدات، يعني اكو الدماغ، اكو الامعاء والمعدة، اكو القلب، اكو الرئة، وهكذا. جيد، عبارة عن وحدات. هذني الوحدات لازم يتواصلن فيما بينهن على مود شنو، على مود ينتجن هذا الجسم المتكامل اللي يؤدي جاي يؤدي وظائف متناسقة بالكامل. زين، شلون يتواصلن؟ اكو عدة طرق للتواصل، 6 طرائق. اول 3 ناخذهن سويه، وثاني 3 هم ناخذهن سويه. خلينا شويه نقدم هنا. اول وحده عندنا هي النيورون. النيرف يجي على فد اورجان معين ويعطي نيورو ترانسميتر فيفعله، وطبعا هذه الطريقه راح تكون رابد جيد وهاي ماخذيها. ثاني طريقة وهي هاي محل دراستنا، والثالثة هم كذلك، اللي هي الاندوكراين. انه فد تيشيو معين، فد جلاند معينة، بعدين نعرف من راح يجي يفرز لنا الهرمونز. جيد، بغض النظر عن من راح يفرز، راح يفرز مواد وين؟ للبلاد. راح يفرز مواد للبلاد، هذين المواد نسميهن هرمون، يروحن على فد اورجن، يروحن على فد تيشيو ويسوون عليه افكت. جيد، يعني وصل له معلومة، يقول لنا سوي هيجي. فمن خلال منو؟ من خلال البلاد. فد أورجن يفرز، أو فد جلاند عفوا، تفرز مواد بالبلاد اللي نسميها هرمونات. هاي تروح بعدين شنو؟ توصل رسائل اللي هاي راح نسميها الطريقة، نسميها الاندوكراين، اللي هي راح تكون سلو، يعني بين ما هاي الجلاند تصنع المادة وبين ما تدزها بالبلاد وبين ما تمشي بالبلاد وبين ما تروح تأثر، وهم بالتأثير هم بها سالفة طويلة، فهاي سلو راح تكون. جيد، تاخذ وقت طويل. عندنا الطريقة الثالثة هي النيوروكراينال، يعني نيرف يفعل مادة، يفعل عفوا الجلاند، بحيث يخليها شو تسوي؟ تفرز الهرمونات تو ذا بلاد. جيد، تفرز مواد للبلاد فنسميها هرمونات. وعندنا يعني الدليل على ذلك او المثال على ذلك هي الهايبوثالامس. الهايبوثالامس تدزلنا هرمونات، regulating hormones، يعني من خلال البلاد للانتيرير بيوتيتري، فتتحكم بشنو؟ بالانتاج مال الانتيرير بيوتيتري. جيد، فشلون جاي تتحكم بيها؟ جاي تتحكم بيها هي الهايبوثالامس، يعني باعتبارها شو اسمه في الجزء نيورال، وجاي تفرز هرمونات من خلال تفرز مواد بالدم نسميها هرمونات. هاي المواد وين راح تروح؟ للانتيرير بيوتيتري، وراح نعرف هذا الشيء. يعني فهاي ايش راح تصير سرعه انترميديت متوسطة ما بين ثاني. زين، عندنا طرائق أخرى للتواصل اللي هي الأوتوكراين. يعني خلينا نقول هسه هاي تقريبا هذني أول 3 اللي حكينا عنهن، يعني على مستوى الجسم ككل هيجي، يعني نقدر نقول يعني ما هي الأوتوكراين، ممكن نقول على مستوى الخلايا أو هيجي شيء. جيد، عندنا أوتوكراين لما الخلية تطل نفسها في مواد معينة. جيد، فبحيث تتواصل ويا أجزائها المختلفة. زين، وخلية تطي مواد من خلال مواد وين تروح بالإكسترا سيلير فلويد، فتروح تأثر على بقية الخلايا ضمن التشيو. جيد، يعني تفرز مواد بالإكسترا سيلير فلويد وتروح تأثر على بقية مواد بالتشيو نسميها باراكراين. وعندنا طريقة ثالثة للتواصل هي الجام جكشن، يعني خليتين تواصل مباشر بيناتن، ما تروح تفرز المادة بالإكسترا سيلير فلويد ويجوز لو تأثر لو لا، لا هاي مباشرة تدز المادة من خلال هذا الجام جكشن، سواء كانت كيميكال أو سواء كانت نيورو ترانسميتر، بغض النظر راح تفرز من خلال هذا الكونجكشن ويروح من سيل لتو ذا اذر سيل. عندنا فد ملاحظة اخر شيء، وهي انه السيتوكاينز عبارة عن مواد تشتغل كاوتوكراين وتشتغل كباراكراين وتشتغل كاندوكراين، يعني تروح بالدم وتمشي مثل الهرمونات. جيد، وتشتغل باراكراين تنتقل تطلع من خلية تروح من خلال اكسترا سيلر فلويد وتأثر على بقية الخلايا، وتشتغل اوتوكراين تأثر على نفس الخلية. ومثال على السيتوكاينز طبعا عدة، يعني بيها انواع كثيرة. مثال على السيتوكاينز هي الانترلوكينز،
اللي تشتغل على الليكوسايت وتجذبها مثل ما اخذنا بالمايكروبيولوجي. فهسه كملخص سريع انه يابا عندنا طرائق التواصل بالخلايا، اما نيورال اما اندوكراين اما نيوروكراين، هذين اول ثلاثه نقول هيك سويه، بعدين اما اوتوكراين وباراكراين وجام جنكشن. الهرمونات شنو وين راح تشتغل الهرمونات؟ هي الاندوكراين والنيوروكراين. جيد، فتقريبا يعني هو هذا محل كلامنا ومحل شغلنا بالمنازل الجايه. زين، نجي هسه على ترتيب المنظمه. The target for the action of the hormone، لما يجي الهرمون وينفرز بالدم وين يروح؟ يقول يابا اما يروح to specific organ، اما يروح الفد جزء معين، الفد تشيو معين مخصص له ويشتغل عليه ويفعله، واما يروح different types of organs or tissues. جيد، يعني مره يروح على البون، مره يروح على المسلز، مره يروح على الكذا. جيد، مثلا عندنا الجروث هرمون راح ناخذه بعدين بالتفصيل. يعني الجروث هرمون مثلا من ينفرز بالبلاد، يروح بالجسم كله، different type of tissues, different type of organs. okay، بينما عندك ال TSH اللي يروح على الثايرويد جلاند، يجي من anterior pituitary، هذا يروح فقط يشتغل على الثايرويد جلاند ويخليها تفرز T3 T4. خب، فهاي فد معلومة مهمة. زين، نجي هسه على الاندوكراين جلاند. طبعا هم هنا، عفوا قبل ما الاندوكراين جلاند، الدكتورة ذاكر الادرينوكورتيكو تروفيك هرمون ACTH، وراح نعرفها بعدين هذا شنو، هسه ماكو داعي ندخل نفسكم به. زين، الاندوكراين جلاند اردكتلكس جلاند، والبرودكت مالتهن وين راح يودلنا؟ للسيركوليشن، وهذا البرودكت نسميه الهرمونات. اذا يابا شنو معنى الاندوكراين جلاند؟ الاندوكراين جلاند معناها انه فد غده جلاند جاي تفرز المواد مالتها وين؟ بالدم، ما بيها دكت بحيث توصل للخلايا وهيك شيء، لا تفرز المواد مالتها وانقبل بالدم بشكل مباشر، يعني هو الدم جاي يمها فهي قبل تفرز له. خب، يعني يتجي الفينز والارتريز يمها، يم الجلاند، فهي قبل تفرز المواد مالتها لها. زين، جاي تفرز له مواد قبل لها، فهاي المواد اللي راح تنفرز بالدم مش راح نسميها؟ راح نسميها الهرمون. جيد، راح نسميها هرمونات. شنو تركيب هاي الهرمونات كذا؟ بعدين نعرف، لكن هذا هسه على مود نجي نحدد الاندوكراين جلاند. زين، لما نجي نريد نتكلم عن الهرمونات هسه ان جنرال، يعني ان جنرال كيميكال سبستنس عبارة عن مواد كيميائية كذا، منو يسويها؟ يسويها اما الجلاند مثل ما ذكرنا، يعني فتشي انت تشوفه واضح، يعني مثلا الغدة الكظرية فتشي واضح، او الثايرويد الغدة الكظرية نفسها الادرينال جلاند، هذني فد جلاند واضحات. جيد، هي هاي بالكامل مخصصة انه تفرز هاي الهرمونات. لكن عندك همين اكو شنو؟ اكو نيوروسكريتوري سيلز، هاي الموجودة مثلا بالهارت، موجودة بالستومك، موجودة بالسمول انتستين وهكذا. خب، يعني مو جلاند واضحة، عبارة عن نيوروسكريتوري سيلز، فهذني نوعين خلينا نقول من التراكيب اللي تفرز الهرمونات، اما تكون جلاند واما تكون نيوروسكريتوري سيلز. وهسه نجي اخر شيء، يعني على مود بعدها ننتقل لغير موضوع، نسولف على فشي اللي هي هاي يا سلايد هذا. عموما after the secretion of the hormones small fraction كذا، الهرمون من يجي للدم اكو نوعين من الهرمونات. طبعا هسه بعدين بالتفصيل احنا نتعرف عليهم. اكو هرمونات هيدروفوبيك، شنو يعني؟ عندها فوبيا من المي، هيدروفوبيك، ما تقدر تتجانس ويا المي. واكو هرمونات هيدروفيليك، تحب المي. هاي الهيدروفوبيك لما نجي ونخليها بالدم ايش راح يصير بيها؟ ما راح تقدر تتجانس، ما راح تقدر تمشي بالدم. ليش؟ لانه الدم هو عباره عن ووتر، الدم اغلب البلازما عباره عن ووتر، النسبة كبيرة من عنده هو ووتر، فبالتالي هاي الهيدروفوبيك ما راح تقدر تمشي بشكل صحيح. فايش تحتاج؟ تحتاج كارير، تحتاج فد بروتين. بروتين، البروتينات هي هيدروفيليك، يعني بروتينات اي بروتين، ما نشوفه بروتين بالشارع كذا، هو عبارة عن بروتين هيدروفيليك. جيد، يعني عبارة عن مادة هيدروفيليك، فتحتاج بروتين كارير. جيد، فهاي عادة الهيدرو راح نعرفهن بعدين، يعني هن ياهن. جيد، الهيدروفوبيك بروتين هرمونز عفوا يحتاجن بروتين تو كاريت ان ذا بلاد.
لكن مو كلهن اكيد هم مو كلهن مو كل هذن الهايدرو فوبك راح ينشال بالبروتينات اكو بعضهن راح يظل فري وهي طبعا نسبه كلش قليله هذن الفري اللي راح بس يمشن اصلا على مود شنو يؤدن الغرض من عندهن البقيه هذن المحمولات راح نقدر نخزنهن ببساطه يظلن بالدم يمشن جيد ما دام مثلا الفري اللي هنا ولو نسبه قليله جاي يؤدن شغل وجاي يسوون الشيء اللي نريده فثاني ظلن مخزونات وكل ما نحتاج هلن يطلعن وين يروحن يأثرن كل ما نحتاج أكثر ستيمولس يبدي أكثر يجي أكثر هن موجودات بالدم زين وكذلك يعبرون عنها ببفر ميكانيزم يعني على مود شنو ما نخليها تبدي تشتغل ومثلا ممكن وين ما تلقى لها فد مكان وتبدي تشلب وسوي يعني إفكت جيد فعلى مود نحدد عملها ونخليها تشتغل بشكل صحيح توصل للمكان اللي تريده ونقدر ننقلها همين إضافة إلى الخزن الآن نجي على chemical structure of hormones راح نقسم الهرمونات أنواع الهرمونات اللي عندنا على أساس للchemical structure طبعا خلي تصير عندنا فد معلومة مهمة وهي أنه هذا الchemical عفوا هذا يعني الكلاسيفيكيشن ما يشمل جميع الهرمونات البارزة راح يشمل بعض الهرمونات اللي خلينا نقول تختص بالاندوكراين جلاندز جيد وهذا الشيء راح واضحه بعدين مثل ما تشوفون بهذا الصندوق ايش خالين على هنا هذا صندوق خال بي الاورجنز المختلفه اللي كذلك تفرز هرمونات لخ ما مطرقين لها ما مصنفينها هنا لكن مثلا بالمصدر اذا تريدون ترجعون للجايتون راح تقولون تصنيف الهرمونات مالتهم لكن احنا نتكلم عن الهرمونات اللي راجعه شنو اللي اندوكراين عفوا جلاند زين هاي وحده واثنين كذلك هم لازم نعرف الشغله انه هذني همين مو كل الهرمونات مال الاندوكراين جلاند مثلا من نجي على الهايبوثالامس او البيوتيتري هذني مو كل الهرمونات مالتها اكو هرمونات عديده اخرى لكن هذني ابرز الهرمونات اللي يؤدن وظائف مهمه ووظائف حساسه بالجسم يعني هاي بوست جراديويت دو هاي السوالف هيجي او ريسيرشر يدرسون هاي الشغلات يعني الهرمونات الاخرى زين احنا ندرس ابرز الهرمونات اول شيء نجي على التقسيم مالته عندنا ثلاثه انواع اما بروتين بوليبيبتايد اما ستيرويد اما امينو اسيد ديرايفد تايروسين شنو تعريف ذن شنو يعني بروتين بوليبيبتايد شنو ستيرويد شنو تايروسين البروتين والبوليبيبتايد عندنا احنا بيبتايد تشين يعني شنو يعني عباره عن امينو اسيد مترتبات صح ولا لا بيبتايد تشين زين بيبتايد تشين هي ظل اسمها بيبتايد لما شنو لما عدد الامينو اسيدز اقل من 50 هاي يعني فقط للمعلومه لكن لما يزيد عددهم عن 50 ايش راح نسميهم بولي بيبتايد زين البولي بيبتايد اكو وقت يظلن بي اسمهم بولي بيبتايد واكو وقت يتغير اسمهم يصير اسمهم بروتين ايش وقت لما نصير انفولدد لما نصير بيها فولدات ولما نصير 3D structure جيد لما نصير شكلها 3D وشي طب البطن شي يعني خلينا نقول تكبر السلاسل مالتها وتاخذ فد اشكال معينه نسميها بروتين خب فهسه البروتين هو الكبير والبوليبتايد اقل والبيبتايد اصغر شيء يعني اصغر وحده فهاي معنى بروتين او بوليبتايد يعني عباره عن امينو اسيد مكونات لنا بيبتايد بعدين كان بوليبتايد بعدين كان بروتين زين فهنا هذين الهرمونات اما راح يكونن بشكل بروتين يعني فشي ضخم واما يكونن بوليبتايد راح نعرف يا هرمونات زين الستيرويد شنو ستيرويد يعني derived from cholesterol عباره عن يعني شكل من اشكال الكوليسترول يعني في احنا ما لنا علاقه به عباره عن كم كيميكال سبستنس لكن فقط المعلومه ان الستيرويد يجي من الكوليسترول زين امينو اسيد تايروسين امين تايروسين امينو اسيد عفوا derived hormones شنو نذني هذني الهرمونات اللي تركيبتهن الاساسيه هو الامينو الاسيد التايروسين الامينو اسيد تعرفون هو 20 واحد من عندهم تايروسين فهذني الهرمونات راح يتكونن يعني من التايروسين بشكل اساس فخليه هسه نجي ونعرف نعرف انه وحده وحده عذرا انا شوي جاي اقطع لان تعبان الى حد ما زين البروتين عن بوليبيبتايد شنو يا جلاند يا اندوكراين جلاند او يا هرمونز عندنا تركيبتهن عباره عن بروتين بوليبيبتايد وزين ليش هذا التقسيم قبل ما ابدا اقسم ليش هذا التقسيم هذا التقسيم راح يكون ضروري بالنسبه لنا ليش لانه البروتين
حركته داخل الجسم تختلف عن حركة الستيرويد. مثل ما نعرف الستيرويد هو دهون جانب من الكوليسترول، بينما البروتين يختلف، جيد طبيعته تختلف. وكذلك التيروسين تقريبا راح يكون شنو مثل البروتين، لأنه يعني هو أمينو أسيد يعني. فهذان يعني خلينا نقول راح تسوي لنا مجموعتين بشكل أساس مثل ما ذكرت قبل شوية، هيدروفوبيك وهيدروفيليك. البروتين بوليبتايد أن الهيدروفيليك يحب الماء، بينما الستيرويدز راح يكون هيدروفوبيك. فمن اسمها هيدروفوبيك يعني شنو؟ يعني ليبوفيليك، يعني يحب الدهون، أنه بعتبر أساس الدهون ليبوفيليك، جيد؟ هذا الستيرويدز. بينما البروتينز راح يكون ليبوفوبيك، ما يحب البروتينات، ما يحب عفوا الدهون، يحب الماء، هيدروفيليك، جيد؟ فهذا قسمناهن لأنه، وهذا الشيء مو يعني هيك مجرد شيء بسيط، لا راح ينتج لنا على اساس عده يعني سوالف، على مثلا البايندينج مالته والجن الكارينج مالته بالبلاد والانتقال مالته شو راح ينتقل راح يختلف، جيد. فلهذا جاي نقسمهن ونوزع. زين هسه خلينا نجي على التقسيم، ندخل الان بعد كافي بدون مماطله البروتين والبولبيبتايد. اول شيء عندنا الهايبوثالامس. الهايبوثالامس عباره عن اندوكراين جلاند، يعني عندها افرازات اندوكراين، هي يسموها نيورو اندوكراين جلاند، لان هي تشتغل يعني تؤدي وظيفه يعني نيورال وتؤدي وظيفه الاندوكراين. زين الهايبوثالامس كل الهرمونات مالتها اللي راح نعرفهم بعدين، هسه ما اريد نسولف فيه، كل الهرمونات مالتها هي عباره عن شنو؟ بروتين اند بوليبيبتايد هرمونز. زين نيجي هاي اول وحده، خلصنا من عندها. خوش ثاني وحده بالبروتين بوليبيبتايد، يعني ثاني هرمونات، ثاني انواع من الهرمونات اللي تنفرز عندنا هنا، هنا الانتيرير بيوتيتري جلاند. الانتيرير بيوتيتري طبعا بيوتيتري هو هذا الاسم تغير، وقاموا يسموها هايبوفيسيس، هايبوفيسيس سيربلاي. هايبوفيسيس يعني معناها اللي تنمو تحت السيربلاي، جيد، لان هذا بيوتيتري قالوا يعني اسم مو يعني غير جيد، اللي هو معناه البصقه، لنشوف شكلها يعني شو شكلها كذا. فعموما يعني بس هو كل الاسمين يعني مستخدمات، بس خاف اشوف هايبوفيسيس وراح نشوفها بعدين بالملزمه يعني. فهي معناها الانتيرير بيوتيتري جلاند، او هي البيوتيتري بسرعه عامه، الانتيرير والبوستيري. زين الانتيرير بيوتيتري جلاند كل هرموناتها هي عباره عن شنو؟ هي عباره عن بروتين اند بوليبيبتايد. والبوستيرير بيوتيتري جلاند هم كذلك، مع العلم البوستيرير بيوتيتري جلاند الهرمونات مالتها مو هي اللي تصنعهن، الهايبوثالامس تصنعهن وتدزيالها، هي عباره عن ستورج. زين وهي هم من دروسها راح نعرفها. ثالث شيء عندنا الباراثايرويد. تذكرون الباراثايرويد اللي عباره عن اربع نقاط صايرات ورا الثايرويد؟ فهذني الباراثايرويد كل الهرمونات مال الباراثايرويد هي عباره عن بروتينز، وكذلك البنكرياس كل الهرمونات اللي يفرزن هنا عبارة عن بروتين بوليبتايد. وعندنا خامسا عندنا استثناء من الثايرويد. شوف الثايرويد احنا ما نخليها ويا التايرويزين، صح ولا لا؟ ويا الامين يعني يسموهن يعني باختصار، او امينو اسيد تايروسين. الثايرويد هاي الانتاجات مالها، لكن عندها هرمون هو الكالسيتونين اللي يشتغل على الكالسيوم هالشغلات، هو عبارة عن بروتين، جيد، فهذا احفظه. زين نجي على الستيرويد، الستيرويدال هرمونز. الأدرينال جلاند، الغدة الكظرية اللي صايرة فوق الكلى، بيها جزئين مثل ما تعرفون، الكورتكس والميدولا، جيد. الكورتكس اللي يؤدي وظائف يفرز هرمونات مختلفة عن الميدولا، بتأدي وظائف مختلفة. الكورتكس راح تكون الهرمونات مالته ستيرويدال. خب عندنا ثانيا الجونادال او الجونادز، اللي هن الامور ريليتد تو نجين، ايش اسمه، استغفر الله، يعني متعلقه بالسكسز، فور بوث ميل اند فيميل، this is the male this is the female، testes with ovaries، الهرمونات اللي يفرزوهن عبارة عن ستيرويد. وعندنا فتشيء آخر ثالثا، آخر شيء تذكرون من قلت قبل شوية الهايبوثالامس كلها تفرز كل هرمونات بروتين بوليبتايد، هذا خطأ مو صحيح. عندها بروتين، عندها هرمون عفوا تفرزه هو ستيرويد، جيد،
وستيرويد اللي هو برولاكتيك انهيبيتوري فاكتور. هذا راح نعرفه بعدين شو يسوي. يعني يشتغل انهيبيشن لل على الانتيرابيوتيتوري على مود يحف يثبط البرولاكتيك هرمون اللي يروح على شو اسمه بالفيميل، يعني يزيد زي شو اسمه افراز الحليب عند الاناث. فهذا يقل يعني يسوي له انهيبيشن، فهو ستيرويد خوش. ولعله يمكن خلينا نقول هيك، نقدر نقول هيك نقول يابا ما دام هذا يعني ريليتد شو اسمه في الامور الجنسيه وهيك شيء، باعتبار يعني عند الاناث من تولد وكذا تحتاج ترضع طفلها، فهذا شنو شغله قلنا ايش راح يكون؟ راح يكون بروتين، و عفوا راح يكون ستيرويد مو بروتين. لا 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 زين. وعدنا اخر شيء لا التايروسين الادرينال ميدولا. ايش تفرز لنا الادرينال ميدولا؟ الكاتيكولامينز، فهنا يعني هم بروتينات جيد، لكن شنو الاساس هو التايروسين. فهذا هم يعني راح يعطينا صفات معينه. وعدنا الثايرويد جلاند فرازات مالته T3 و T4 ايش راح يكونن؟ هم تايروسين. قلنا اكو يعني اذر نيوروسكريتوري جلاندز موجوده بالهارت بالكدني بالجي اي تي بالاديبوسايت والبلاسينتا، يعني هرمونات اخرى لها تصانيف لكن احنا ما لنا علاقه بها لانه ما حد كلامنا. طبعا اكو سلايد one set of hormone secretion. هذا ما شو اي يقول يا ابا اكو بهن يروحني اثرا بشكل بطيء، واكو بهن يطولن اشهر وكذا. خب ما يراد لها شيء، يعني التربيه مناسبه هنا من يقول سجاس نورابينفرين عن ابينفرين ان يكون هرمونات شو وقت لم يعني النورابينفرين والابينفرين المفروزات من الادرينال ميدولا، مو مثلا يجي واحد حسبال يعني شو يسمونهم اللي طلع من السمباثاتيك سيستم حسبال ان ذني هم هرمونات. لا ذني ما يعتبرون هرمونات جيد، ذني يسموها نيورو ترانسميتر. لكن هذني النور ابنفرين والابنفرين يطلع من الادرينال ميدولا، الكاتيكولامين يطلع من الادرينال ميدولا يسموها هرمونات. زين سايكليك فاريشن سايكليكال فاريشن. طبعا احنا عندنا الجلاندز التأثير مالتهن يختلف، يتأثر بالبيئة اللي عايشين بيها، يتأثر بالقعدة والنوم. طبعا هذا شيء يعني كلش confused ومتداخل يعني بشكل صعب، لكن هي ببساطة انت افهم انه يعني هذني الهرمونات باعتبار تأثيرهن بطيء قلنا، فمثلا الجروث هرمون راح يتأثر بحياتك جيد يعني بسيرك بالحياة، وهكذا بقية الهرمونات مثلا الهرمونات مال الهرمونات الجنسية وغيرها هم راح يتأثر عن حياتك. فهاي يعني فد شيء بأنه يقول يابا اكو variation يعني من هرمون الهرمون حسب الوظيفة مالته حسب الشغل مالته يختلف بالإنتاج يختلف بالعمل وهكذا. زين اكو طبعا فد properties يعني حبيت انه نستفاد من عندهن. some properties of hormones هاي من دكتور ناجي. some مو كل properties بالنسبة للريليزنج مالتها فشوفوا small amounts ما يعني ما الجسم ما يطلع هرمونات هواي لأنها تسبب مشاكل، فأما بالمايكروغرام أو بالنانوغرام فش كلش صغير و according to the body needs. زين وتطلع غالبا يعني شنو كpulses ما تطلع continuous، وبعدين راح نعرف من خلال down regulation up regulation. زين الأكشن مالتها باستخدام الهرمون receptor complex. هرمون شوف هذا هرمون تخيلو جيد، وهذا الريسبتر بعدين راح نعرفه، فهذا يسموه هرمون ريسبتر كومبلكس يؤدي الاكشن مالته يبدي يشتغل. زين اما جنرال اور سبيسيفيك هاي حكينا عنها، ويشتغل من خلال السكند مسنجر من يجي ياثر يسوي لنا سكند مسنجر ويبدي يشتغل. الكنترولنج مالته هسه راح نجي نعرفه بالهايبوثالامس والفيدباك. الهايبوثالامس هي تنتج لنا خلينا نقول الشغل الاولي، وبعدين يصير فيدباك بالإمكان يصير فيدباك مو ضروري بأنه يرجع على الهايبوثالامس أو على البيتوتري ويوقف لنا الشغل. زين وكذلك عندك هنا ال شو اسمه circulation rhythm،
هم يعني اكو فد ريذم بال يعني ريليتنج تو ذا تو ذا بلاد على اساسه بانه ياخذ الشيء ياخذ الكميه اللي يحتاجها من البلاد جيد فهاي هم تعتبر ضمن الكنترول زين ريموفينج مالتا ريموفينج مالتا باي ذا تارجت اورجان هو نفسه يسوي لين اكتيفيشن اور باي ذا ليفر مثلا زين ودي يعتبر سكند نجي هسه على الكنترول اوف هرمونال سيكريشن اول شيء راح ناخذ الفيدباك ميكانيزم خلينا نجي نتكلم عندنا الهايبوثالامس الهايبوثالامس راح هسه راح تاثر على من على هاي الانتيرير بيتيوتري جلاند هاي كلها جيد انتيرير والبوستيرير عفوا فمثل ما تشوفون الانتيرير طلع لنا عده هرمونات راح نجي نتكلم عنها طبعا الهايبوثالامس شلون جاي توصل الهرمونات مالتها مو قلنا هي نيورو اندوكراين هي هاي هنا نيورو جيد شلون راح يصير اندوكراين لازم تفرز من خلال الدم اي اكو هذا البورتال ارتري خوش فايبورتال سيركيليشن وشين معنى بورتال هاي لطيف يعني فد شيء مفيد بورتال يعني فد كابيلاري فد فيزل يطلع من اورجن يروح لاورجن الاخ ما يروح لل شو اسمه يعني مو باتجاه الهارت شوفوا هذا يعني شلون خلينا نقول فالتوصيله انت جايبها خالها بينما عندك مثلا يعني خلينا نقول مثلا بالبيت كله الانابيب كلها تبدي من نقطه وتنتهي النقطه مثلا خلينا نقول هيك شيء يعني از سيركل لكن عندك انت في جهه معينه احتاجت توصيله بين شغلتين خب فهي توصيله بين شغلتين نسميها بورتال فهذا يسموه الهايبوثالامس هايبوفيزياس سيركليتنج بورتال سيركليتنج فيسلز يعني هايبوثالامس وهايبوفيزياس قلنا هي اسم البيتيوتري والسيركل بورتال عرفنا سيركليتنج زين فيسلز عفوا فالهايبوثالامس قلنا تفرز من هنا المواد الهرمونات اللي تاثر على البيتيوتري بعدين نجي نعرفها زين خلينا نجي على البيتيوتري هاي طبعا هسه انا جاي اتكلم عنها فقط عم تصير عندك اوفر فيو خوش بشكل اساسي واللي راح لنا يكون محل الشغل اللي الهرمونات اللي تفرز من البيتيوتري جلاند الانتيرير من عندها مثل ما قلنا البوستيرير ستورج ما لنا علاقه به ويفرز لنا هرمونات اثنين مو كلش يعني اساسيه انه مو كلش اساسيه لكن محل كلامنا راح يكون يعني حاليا بهذا النيمال الانتيرير بيتيوتري جلاند زين هي طبعا الشغل كله يمها الانتيرير بيتيوتري جلاند تفرز تي اس اتش اللي ياثر على من الثايرويد جلاند خوش وتفرز الاي سي تي اتش اللي ياثر على الادرينال كورتكس وتفرز الاف اس اتش والال اتش اللي ياثر على التستس والاوفاريز وكذلك تفرز لنا الجي اتش جروث هرمون وتفرز لنا برولاكتيك هرمون الجي اتش قلنا ياثر على البونز او يعني anything else على مود النمو والبرولاكتيك هرمونز هي على مود انتاج الحليب وهالشغلات زين هذا مو محل كلامنا محل الكلام شنو اريد نسولف على الفيدباك شلون جاي يصير الفيدباك شوف اجت الهايبوثالامس خوش الهايبوثالامس قطت فشي ستيميليتنج من فالهرمون ستيميليتنج للبيتيوتري طبعا هي ما تطي ستيميليتنج تطي انهبيتري لكن هيك جاي نفرض خوش بعدين يعني نعرف التفاصيل البيتيوتري بيتيوتري ايش راح تسوي راح تاثر مثلا راح تبدي تفرز الاي سي تي اتش اللي يروح واني ياثر على من على الادرينال كورتكس على الادرينال الكورتكس مال الادرينال جلاند راح يخليها تفرز الكورتيزول فرزت هرمون الكورتيزول زين ابا شبعنا من الكورتيزول مريض كورتيزول نريد نرجع فيدباك بانه وقف الكورتيزول يقول ماكو مشكله رجع فيدباك هاي الفيدباك اللي راح يرجعها الكورتيزول البعيد كلش النهائي خلينا نقول راح يرجع عشان نسميها لونج هاي اللونج هم تنقسم قسمين اما تكون دايركت ترجع قبل وين للبيتيوتري جلاند تقول هذا بعد وقفي الاي سي تي اتش بعد مريض اي سي تي اتش وقفي خوش واما تكون اندايركت وين تروح تروح للهايبوثالامس تقول هيابا انت مو يسموك اللي تفرزين الانهبيتري مال كلهن مال هذن كلهن بين انهبيتري تفرز الهايبوثالامس بين توقف يقول لي يقول هذا فرزين انهبيتري للاي سي تي اتش فهاي الهايبوثالامس راح تفرز انهبيتري للاي سي تي اتش ويقولها ستوب بعد يا بتيوتري جلاند لا تفرزين اي سي تي اتش فهذا يسموه اندايركت لونج نيجاتيف فيدباك جيد هاي نيجاتيف فيدباك طبعا كلهن هم من الثايرويد والسوالف يعني هذا الاستروجين وغيرهن هم يقدرون يسوون نيجاتيف فيدباك هاي لونج عندنا الشورت
نيجاتيف فيدباك. شورت نيجاتيف فيدباك انه الشيء يسمونها البيوتيتري جلاند تعطي فيدباك لمن؟ للهايبوثالامس، تقولها وقفي. مثلا صار عندنا الجي اتش انترس، البيوتيتري جلاند شو تقرر؟ تقول بعد انا ما اريد جي اتش، شو راح اسوي؟ راح تعطي نيجاتيف فيدباك للهايبوثالامس تقولها وقفي، عفوا افرزي لي الانهبيتري مال جي اتش، عمود بعد ما افرز جي اتش. جيد، فهاي شورت. واكو الترا شورت بانه يعني هاي ما بس ما مذكوره، بانه الهايبوثالامس هي نفسها تفرز على روحها، بس ما لنا علاقه بي. زين، طبعا هذا هنا مذكور كله. وبالنسبه للاندايركت نيجاتيف فيدباك يقول هاي راح النيرفس سيستم يعني يشتغل وياهم. صراحة يعني ما أعرف بالدقة شلون النيرفس سيستم راح يشتغل، بس هو يقصد، أعتقد يقصد act when the nervous system is involved، هو يقصد hypothalamus يعتبرها nervous system. جيد، زين. short حكينا عنها، مثل ال growth hormone releasing factor، عفوا ال hypothalamus مو تفرز شو اسمه inhibitory، ال growth hormone تفرز releasing hormone. جيد، فتقولها شنو من تعطيها short negative feedback تقولها وقفي ال growth hormone releasing factor يا هايبوثالامس، بعد ما اريد افرز growth hormone. عندنا بعد شنو؟ عندنا البوزيتيف فيدباك، واللي نجي ناخذ يعني مثال عليه اللي هو بالاستروجين. الاستروجين مثل ما نعرف انه منو راح تفرز الاوفريز. زين، الاستروجين لما تزداد كميته بالجسم يبدي شو يطلب؟ ازداد، يبدي يطلب انه تعالوا زيدوا لي ال اتش وزيدوا لي الاف اس اتش اللي هن يساهمن شنو بافرازه وبعمله. فهاي بوزيتيف فيدباك، وطبعا تفاصيلها شلون راح يساهم وكذا بعدين راح يعني نعرفها من نجي ندرس ال ال اتش والاف اس اتش وشلون يشتغلن. لكن هاي على مود السبع عندنا واضحه بانه لما يكون اكو رايزنج في الهرمون راح شنو ياثر على الهرمون الاخر يكون برايزنج. وكذلك يقولون بانه البوزيتيف فيدباك مو بس رايزنج، لا كذلك همين الديكريزنج، لما يكون اكو يعني بعض الهرمونات من يصير بها ديكريزنج تطلب ديكريزنج من هرمونات اخرى. زين، الانفلونس اوف ذا نيرفس سيستم، تاثير النيرفس سيستم بالكنترولينج مال الهرمونز نجي نشوفه لما نجي على الادرينال ميدولا. الادرينال ميدولا مثل ما تعرفون من ياثر بها؟ ياثر بها السمباثيتك، ويخليها تفرز الكاتوكولامينز الابنفرين والنور ابنفرين. فهاي هو الكوبريتنج مال النيرف سيستم ويا الهرمونز. زين، هل سبق لنا اخر شيء وهو الاكشن مال هرمون، شلون جاي يشتغل الهرمون؟ طبعا بالملزمه شويه يعني فد شيء بسيط مو واضح لحد ما، فراح نتكلم هنا على اساس دكتور نادي ونعوف اللي ما ذكرته الدكتوره. يقول يابا احنا عندنا الهرمونات راح نقسمهم الى نوعين مثل ما تذكرون. قلنا النوع الاول هو الهيدروفوبيك، والنوع الاول هو الهيدروفيليك. جيد، الهيدروفوبيك مثل ما تذكرون قلنا ياهن الستيرويدز وكذا، يعني هن الاستيرويد هرمونز، وشنضيف لهن وياهن التي 3 والتي 4. زين، اللي هن شو يكونن؟ ليبوفيليك او تي 3 تي 4، يعني الهرمونات فروم ثايرويد جلاند. خوش، زين، هن يكون ليبوفيليك يعني يحبن الدهون، يعني شنو عكسها؟ يعني هيدروفوبيك. زين، هذني شلون يشتغلن؟ هذني شلون يشتغلن؟ طبعا يسموهن جينوميك، واللخيات على الطرف الآخر اللي هن البروتين والبولبيبتايد والكاتوكولامينز. جيد، يعني النوع الآخر هذا الشيء يسموهن نان جينوميك. طبعا بوث ما لنا علاقة بيها، مو محل كلامنا وما عندنا شغل بيها. زين، هذا خلينا نجي على الجينوميك أو الليبوفيليك اللي هن الستيرويدز والتي 3 والتي 4 of the thyroid gland. زين، هذا نشبيهن يسوون simple diffusion. هسه جاي نحكي على الاكشن مالتهم، خوش شلون يشتغلون. يروحن قبل ببساطة هن الفيرست مسنجر، يعتبرن هن يسمون الفيرست مسنجر. هذا الهرمون يجي قبل، اجى هو انت عندك السيل ممبرين. السيل ممبرين يا صديقي، السيل ممبرين هو
عبارة عن دهون. يا أخي إن دهني ليبوفيليك، فدهني قبل راح يجني شو يسوي؟ يدخن ببساطة سيمبل ديفيوجن. جيد زين. فبعدين راح يسوي سينثيسايز أوف بروتين اللي هو هذا المستهدف، إما يكون إجزاء إنزيم أو أني أنذر شانل يعني على مدي يؤدي الشغل اللي يريده. زين وراح يكون أكيد slow hours or days. زين هذين طبعا من راح يجي دخل. هسه خلصنا من المرحلة الأولى، خلنا نقول كسوين simple diffusion طبعا مثلا ال first messenger. بعدين من طبعا لازم يسوون ال HRC اللي هو الهرمون ريسبتور كومبلكس. جيد لازم يسوون هذا الكومبلكس. عندك الستيرويدز راح يسوون الكومبلكس ويعني يسوي لي بروتينات معينه او يسوي لي فد شانلز معينه على السيل تؤدي فد عمل معين اخر بغض النظر عن الشغل مالته. ها يعني بعدين من يجي ندرس هرمون راح نعرف مثلا هذا يحتاج يسوي له بروتين يروح يسوي كذا شغل، او هذا يحتاج انه يقولها للخليه تعال يا بسوي لي شانل على مود اطبب كذا ماده خوش او افعل كذا انذر هرمون. فالستيرويد وين راح يشتغل؟ راح يشتغل بالسيتوبلازم، يؤدي الشغل مالته من خلال كومبلكس مالته. عندك تي 3 وتي 4 لا، يقولون احنا نريد ندخل للش اسمه للنيوكليوس. فشوف هذا ايش قد راح يطولن، راح يطولن كلش هواي. والسكند مسنجر مالته منو راح يكون؟ سكند مسنجر مال جماعه راح يكون الامار اني هنا باعتبار جوا جاي يشتغل خوش. فاحيانا كذلك نذني الجماعه يعني يسوون جين ترانسكريبشن يعني حتى يشتغلون على الجينات بشكل مباشر للاسف الشديد. زين ما احيانا هو عاده يعني راح يشتغلون هيك. ف كتقسيم ثلاث انواع خلينا نقول شغل ال طبعا هاي الشغل شو يسمهن الهرمونات، اما راح نعرف هنا وين يشتغلون على السيل ممبرين هسه نجي ما لنا علاقه بهن، وهنا وين راح يشتغلون مثل الستيرويدز يشتغلون بالسيتوبلازم ستيرويدز، بينما التي 3 والتي 4 وين يشتغلون بالنيوكليوس خوش. زين عندنا خلنا نجي على النوع الآخر اللي هنا النون جينوميك اللي راح يكون الليبوفوليك ليبوفوبيك عفوا، ويكون الهيدروفيليك اللي هنا البروتينز والبولبيبتايد الكاتوكولامينز. هذني راح الفيرست مسنجر لابد انه يجي يرتبط بريسبتار ها، وبعدين يسوي السكند مسنجر ويؤدي الشغل مالته خوش، ما يجي قبل يدخل. ليش؟ لان هن ما راح يفن، لان ما يقدرن، لان هن ليبوفوبيك ما يقدر يتحدن ويا الدهون الموجودة بالسيل ممبرين هنا أساس السيل ممبرين ويدخلن قبل. زين طبعا راح يكون الرابط والسريعات. الفيرست مسنجر عادة بما راح يجي يرتبط اكو عدة انواع للريسبترات بالخلايا بالسيل ممبرين مال الخلايا، اما يكون جي كابل ريسبتر وهو هذا النسبة الكبيرة بالجسم يعني اكثر الريسبترات الموجودة جي كابل ريسبتر، واما يكون تايروزين لايك تايروزين كاينيز ريسبتر وراح نعرف يعني خصائص كل واحد من عندهم، او يكون انزيم بشكل مباشر هو قبل انزيم ويؤدي الشغل مالته اللي يريده. طبعا راح نجي هسه نحكي عليهم واحد واحد. الجي كابل ريسبتر من يجي يرتبط بالفيرست مسنجر راح يفعل لنا الادينال سايكليز بروتين، والادينال سايكليز بروتين راح يؤدي الى تفعيل عده يعني راح يسوي كاسكيد اما سايكليك اي ام بي اما غير سايكليك اي ام بي. طبعا موجوده هذين ضمن المصدر لكن دكتوره ما ذكرتهن، ذاكر فقط السايكليك اي ام بي لان هو الموست وهو الاكثر. جيد وهذني من اجى مثلا سايكليك اي ام بي يشتغل وتفعل باست بروتين كاينيز راح يؤدي الى شنو تفعيل بروتين راح يؤدي الشغل للريده مثل ما ذكرنا. فسواء كان سايكليك اي ام بي كسكند مسنجر او دي اي جي او الكالسيوم كالمودولين ما لنا علاقه، لكن قلنا سايكليك اي ام بي هو الاساس. وطبعا اللي يريد يعرف شلون جاي يشتغل انه هاي هالكاسكيد هنا مع سكند مسنجر وهاي قلنا مذكوره بالمصدر يعني، فالافضل اني باع فيديوهات على اليوتيوب او مشاكل. زين هذا جي كابل ريسبتر قلنا فعل ادين السايكليز ويفعل سايكليك اي ام بي او غيره كسكند مسنجر ويؤدي الى شنو تفعيل وانتاج البروتين اللي نريده. زين
عندنا هنا يجي مره لا هنا ذني نفس يعني الهرمونات جيد مره يجيني لا مو على الكبد ريسبتر راح يجيني على التايروزين كاينيز. من يجيني على التايروزين كاينيز هذا قبل راح يشتغل بس يرتبط بيه قبل هم راح يشتغل ويروح يفعل البروتين اللي نريده. مره لا اكو ريسبترات هن انزيمات يعني هن الانزيمات اللي نريدهن جيد هنا سواء بروتين او انزيم هن الانزيمات اللي نريدهن فقبل راح يسوون الشغل اللي نريده بشكل مباشر لما يرتبط بيهن. فهاي ببساطة الأكشن مال هرمونز جيد شلون جاي يجي يشتغل. عندنا أكو فد معلومة بالأخير هي الداون ريجوليشن والأب ريجوليشن. شنو الداون ريجوليشن والأب ريجوليشن؟ يابا يقول بالنسبة للداون ريجوليشن يقول لما أنت جاي تفرز هواي هرمونات صار عندك فد خلل مثلا فرزت هواي هرمونات هذا هنا شنو من راح تيجي هالهرمونات على يعني التارجت اورجن راح يخلينا يشتغل بشكل مفرط وراح يكون هذا فد امر سيء بالنسبه للجسم. فاكو فد خاصيه هي اسمها داون ريجوليشن بانه لما يشوف هواي هرمونات يقول اكو فد مشكله اذا شو اسوي اني الريسبترات اقللهن جيد اقلل الريسبترات لما اشوف اكو هرمونات هواي. ومره لا شنو اكو الاب ريجوليشن بانه يقول لما اشوف اكو هرمون ماكو هرمونات هرمونات قليله جدا جاي تجيني الاماونت جاي تصير قليله جدا فايش راح اسوي راح ازيد الريسبترات على مود التقطهم خوش. فهاي ببساطه الداون ريجوليشن والاب ريجوليشن اللي هي فد شيء مهم. واكو فد شيء ذاكرته الدكتوره بانه اكو هرمونات هي اللي تسبب الاب ريجوليشن مثلا ال دي اتش يجي شيء يسوي من يجي يرتبط بال يعني فوليكال سيلز ايش راح يسوي راح يقولها زيدي ريسبترات سوي لي اب ريجوليشن ها ال دي اتش سوي لي اب ريجوليشن على مود شنو على مود يجي استروجين يرتبط بيك خوش. فلما نزيد نسبه ال دي اتش ايش راح يسوي راح يخلي نسبه الاستروجين شنو تبدا تشتغل بشكل اكبر يعني هم راح يسوي انكريزنج للاستروجين والعكس بالعكس. فهاي الداون ريجوليشن والاب ريجوليشن وبالتالي تنتهي مزمتنا. شكرا لكم وعذرا على التقصير لاني يعني متعب حقيقه.